لا، هو بالنسبه للتقاوي احنا عندنا في شقين، في شق اسمه تقاوي المحاصيل الحقليه، وفي شق اسمه تقاوي المحاصيل البستانيه. المحاصيل البستانيه دي بين قوسين كده نحطها، اللي هي الفاكهه والخضر. المحاصيل الحقليه دي اللي هي زي القطن والقمح والرز والذره، كل هذه الاصناف. المحاصيل الحقليه دي احنا عندنا نسبه اكتفاء ذاتي بنسبه 100% من التقاوي بتاعتها، احنا بنتجها بالكامل انتاج محلي. وكمان بنطور فيها، يعني احنا كل فتره بندخل اصناف جديده بتكون اعلى في القدره الانتاجيه. ويمكن اللي شفناه من نماذج في الفتره اللي فاتت ان احنا عندنا يعني مثلا القمح، مثلا على سبيل المثال احنا كنا من 10 سنين كنا بنتكلم ان انتاجيه الفدان 10 اردب، النهارده احنا متوسط انتاجيه الفدان 20 اردب، يعني ضعفناها تقريبا. ده بتيجي ايه؟ ده نتيجه تطوير نظم زراعه وتحديث التقاوي اللي موجوده عندنا، وده يساعدنا في زياده هذه الانتاجيه. كمان في المزارع الحقليه والارشاديه اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي وصلت ل 30 اردب بالفدان. كل ده اسمها توسع راس احنا بنقوم بيه في ما يخص المحاصيل الحقليه. بالنسبه للمحاصيل بقى اللي هي الخضر والفاكهه، طبعا في برنامج قومي تم اطلاقه لانتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليا، وطبعا ده من البرامج المهمه جدا بيساعدنا في تنفيذه الشركه الوطنيه للزراعات المحميه، لان طبعا دي بتحتاج بيئه معينه لعمليه الاكثار وعمليه الحفاظ على السلالات او الاصناف المملوكه. طبعا عندنا عدد من الاصناف تم ادخالهم او تم استنباطهم وجاري حاليا تسجيلهم. كل ده يساعدنا في ان احنا نحقق طفره كبيره فيما يخص الانتاج للتقاوي وتوفير العمله الصعبه اللي كنا بنستورد بيها التقاوي، خصوصا تقاوي الخضره والفاكهه. الحقيقه كنا بنجيبها بتكلفه كبيره جدا. مع التوسعات اللي بتقوم بها الدوله المصريه دلوقتي ان شاء الله تكون متاحه عندنا بشكل كبير في المستقبل القريب.